بكل مرحلة من الانتخابات ممكن يصير في أغلاط ومخالفات، كما وأنه بتختلف الشكاوى والطعون المتعلقة فيها بحسب قانون الانتخاب 44/2017 وتعديلاته. خلونا نحكي عن الشكاوى الواردة بفترة الحملة الانتخابية، تحديداً على صعيد التمويل والإنفاق الانتخابي. ممنوع يتجاوز مجموع النفقات للمرشح أو المرشحة سقف الإنفاق الانتخابي، وكمان كل لائحة لازم تلتزم بسقف الإنفاق اللي محدد لكل مرشح أو مرشحة. بتفصل هيئة الإشراف بالبيان الحساب الشامل يلي بيقدمه المرشح أو المرشحة إذا تجاوز سقف الإنفاق المحدد أو إذا ما كان صحيح، وبيأدي هالشي لدفع غرامة بتوازي 3 أضعاف قيمة التجاوز. وبيتعاقبوا المرشحين يلي ما قدموا البيان الحساب الشامل خلال 30 يوم من إعلان النتائج بغرامة. كمان ممكن تأدي هالمخالفات لأبطال نيابة المرشحين الفائزين. ممنوع قبول مساهمات عن طريق وسيط أو من دولة أجنبية أو أشخاص مش لبنانية. ممنوع شراية أصوات الناخبين بخدمات أو مصاري، ويعتبر صرف النفقات الانتخابية المحظورة جريمة رشوة. خلال الحملة الانتخابية بيقدروا الأشخاص المتضررين يقدموا شكوى لهيئة الإشراف على الانتخابات أو مباشرة للنيابة العامة. من حقنا نعرف، من واجبنا نشارك.